شمابو وبرو روحو قديشو حاضا لوهو شاريرو آمين. إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. إخوتي الأحباء، عندما كان يسوع في زمانه يخرج الشياطين لم يكن الوحيد الذي يفعل ذلك. كما سمعنا في قراءة سفر أعمال الرسل كان هناك يهود أيضا يخرجون الشياطين، يهود مقسمين. ولكن الفرق بين يسوع وهؤلاء أن يسوع كان يأمر الشياطين أن تخرج مباشرة، أما الآخرون فكانوا يأمرونها باسم الله الحي، باسم الله القدير، أو كما رأينا في سفر أعمال الرسل باسم يسوع الذي يكرز به بولس. هذا الاختلاف بين يسوع والآخرين زرع الشك لدى اليهود، إنه لا يخرج الشياطين بالطريقة التقليدية، فهل عمله هو من الله أو من الشرير؟ إذا قبلوا أن عمله من الله يجب أن يقبلوا أن أيضا تعليمه من الله، وهذا كان صعب على اليهود. لذلك البعض قالوا أرنا آية، طلبوا منه آية لكي يصدقوا أنه يفعل ذلك بقوة الله. آخرون حكموا، أصدروا الحكم وقالوا إنه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. هنا أجابهم السيد المسيح وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وبيت منقسم على بيت يسقط، فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ لو كان الشيطان هو الذي يخرج الشيطان صار في انقسام في مملكة الشيطان، كيف الشيطان يحارب نفسه؟ كيف الشيطان يناقض نفسه؟ مستحيل. عندما تكلم السيد المسيح عن هذه المملكة، مملكة الشيطان، هذه المملكة هي مملكة وهمية، مملكة متهالكة. نتذكر عندما جرب الشيطان السيد المسيح، يقول لنا الإنجيل أراه جميع ممالك المسكونة وقال له أعطيك هذا السلطان كله ومجدهن لأنه قد دفع إلي وأنا أعطيه لمن أريد إن خررت وسجدت لي. الشيطان يظن مخطئا، يكذب عندما يقول أن جميع ممالك الأرض هي ملكه. للرب الأرض وملؤها، جميع ما خلق الرب على الأرض هو للرب، هو ملك الرب. الشيطان هو محتل، دخل على ملك الرب واحتله كالسارق كالغاصب. أما جميع ممالك الأرض، جميع البشر وكل الأرض هي للرب، وإذا كان الشيطان قد احتلها فذلك غصبا كالسارق، ولذلك ليس له مملكة تقوم. ويتابع السيد المسيح ويقول لهم إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. في إنجيل متى ومرقس يقول إن كنت بالروح القدس أخرج الشياطين، هنا يقول إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين. فإذا إصبع الله كما يستنتج القديس كيرلس هو الروح القدس، كما أن ذراع الله هو الإبن، وبالتالي تصبح الله وذراعه وإصبعه الثالوث المقدس الواحد والمميز، لأن الإصبع مميز عن الذراع ومميز أيضا عن الإنسان عن الجسد، وهو جزء من هذا الجسد ككل. وهذا صورة مماثلة عن الثالوث الأقدس كما يشرح القديس كيرلس الإسكندري. ولكن عبارة إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين أيضا تذكرنا بالعهد القديم بسفر الخروج بضربات مصر، عندما ضرب الله مصر
بالضربات العشرة بواسطة موسى، كان هناك أيضا عرافون في مصر يحاولون أن يقلدوا ضربات موسى. أولا قلدوه بالحية، عندما ألقى موسى عصاه وأصبحت حية فعلوا الشيء نفسه. ثم عندما حول الماء إلى دم، ماء النيل، فعل أيضا السحرة والعرافون الشيء نفسه. عندما أصعد الضفادع أيضا لتغزو بيوت مصر فعل العرافون نفس الشيء. ولكن في الضربة الثالثة عندما أصعد عليهم البعوض لم يستطع العرافون والسحرة أن يفعلوا الشيء نفسه، فقالوا لفرعون هذا إصبع الله، لا يستطيعون أن يفعلوا الشيء نفسه، هذا العمل هو من الله. فإذا عبارة إصبع الله تدل على الفرق الموجود بين عمل موسى وعمل العرافين، وهنا بين عمل السيد المسيح والمقسمين الآخرين، لأن الإصبع يدل على الإشارة وعلى الأمر، عندما يشير بإصبعه أي يأمر، والسيد المسيح عندما يخرج الشياطين يخرجها بإصبع الله أي أنه يأمرها أمرا أن تخرج، وهذا ما لم يستطع اليهود المقسمون أن يفعلوه، كانوا يخرجون الشياطين باسم الله القدير. إخوتي الأحباء، العبرة الروحية التي نستنتجها اليوم من إنجيلنا هي مزدوجة. العبرة الأولى أن كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وبيت منقسم على ذاته يسقط. هذا الشيء تعرفه الكنيسة عبر تاريخها، لأنه عندما انقسمت الكنيسة وتمزق جسد المسيح ضعفت الكنيسة في كل مكان، وضعفت الشهادة للمسيح في كل مكان، لبل أصبحت الشهادة معاكسة، لأن السيد المسيح عندما دعا أتباعه دعاهم ليكونوا واحدا، وأرادهم أن يكونوا رعية واحدة لراع واحد. فعندما انقسمت الكنيسة التي هي بمعناها وبدعوتها أن تكون جامعة وواحدة للكل، أصبحت الكنيسة مناقضة لدعوتها، مناقضة لمشيئة الله، لما أراده الله من أتباعه. حتى بالمجتمع، المجتمع المنقسم على نفسه يخرب. ما في داعي لنعطي كتير أمثلة، نحن عايشين في بلد منقسم على طوائفه وعلى فئاته، وهذا أكبر مثال كيف أن الانقسام يولد الخراب. في العائلة أيضا البيت المنقسم على نفسه، عندما نزوج الرجل والمرأة نزوجهما ليصيرا واحدا، فإذا انقسما على نفسيهما ورجعوا كما كانا قبل الزواج منفصلين أيضا يخرب البيت. في الرهبنة، في العائلة، في كل مجتمع، حتى في الشخص نفسه إذا صار في انقسام أيضا هذا الإنسان يتعذب. يصير هذا الانقسام في الشخص في الأفكار، عندما تنقسم أفكار الإنسان وتتشتت هذه الأفكار ويصير بطل يعرف الصح من الخطأ، أيضا يضيع التمييز وتفسد حياة الإنسان الداخلية. الراهب أو الراهبة بنسميه بالسرياني إحيدويو، باليوناني موناكوس، أي هو الوحيد، على مثال ابن الله الوحيد، الذي يعيش وحيدا أي بدون زوجة، ولكن أيضا يعيش موحدا أفكاره، جامعا أفكاره كلها في وحدة موحدة. حتى إسكيمنا يلي بنلبسه على راسنا بنشوف كيف أنه بالوسط في عنا الخيط يلي عم يرجع يربط الشقفتين اللي كأنه كانوا مخزوئين ومربوطين. وهذه دعوة أيضا أو معنى عن أن الراهب في كل حياته يجاهد لكي يجمع أفكاره ويوحدها. العبرة الثانية إخوتي التي نتعلمها من إنجيل اليوم
أنه عندما تصدف أمامنا أمور غير مألوفة ونتساءل أحداث، هذه الأحداث غير المألوفة هل هي من الله أم من الشيطان؟ مثل ما تساءل اليهود لما شافوا المسيح يطرد الشياطين بأمره، قالوا هل هذا الأمر من الله أم من الشيطان؟ كثير أحداث بحياتنا أيضا نتساءل هل هي من الله أم هل هي من الشرير؟ كيف نعرف إن كانت من الله أو من الشيطان؟ أول شيء لا نتسرع في الحكم. اليهود الذين تسرعوا في الحكم وقالوا ببعلزبول يخرج الشياطين، برئيس الشياطين يخرج الشياطين، كانوا مخطئين. نحن مدعوون لأن نمتحن الأرواح، لأن نميز، نأخذ وقتنا لكي نعرف فعلا هل هذا الأمر هو من الله. فإذن القاعدة الأولى أن لا نتسرع، وقاعدة ثانية أعطيها من مار بولس فقط عندما يقول ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. إذا كان ما نفعله، ما يحدث لنا فيه بر، فيه سلام، فيه فرح بالروح القدس، فإذن ما يحدث من عمل الروح القدس وهو في خانة ملكوت الله. ما أطلبه إخوتي أن نكون جميعا من أبناء هذا الملكوت، موحدين أفكارنا، حياتنا، متحدين مع بعضنا البعض لكي نستحق دعوتنا كأبناء لله. له المجد الآن وإلى الأبد. آمين.